هذا السائل يقول: بعض السائقين يتجاوزون السرعة المحددة استهتارا، فهل من يموت بسبب هذه السرعة يكون قاتلا لنفسه؟ أنا وقفت على فتاوى بعض العلماء المعاصرين ووجدت أنهم أفتوا بهذه المسألة بأنه يعتبر قاتل نفسه. لكن أولا قبل أن أبين هذه المسألة، لا يجوز التجاوز ويستحق العقوبة الإدارية الموجودة بحسب ما هو موجود، وقد تتغير من وقت إلى آخر، هذه أمور إدارية. لكن هناك فرق بين قاتل النفس، قاتل نفسه، وبين من تجاوز السرعة، مشى بدلا أن يكون 120 121 أماكن موجود يجب أنه يسير 60 61. هنا يستحق، أي من تجاوز يستحق العقوبة، ونقول لا تتجاوز. لكن لا يعتبر هو في حكم من قتل نفسه. لماذا؟ اطلعت أنا على الفتاوى وكان لرأي كتبته في هذه المسألة، لأن قاتل النفس هو يريد أن يزهق الروح، وبالنسبة لمن قام بهذا التجاوز أو هذه المخالفة والذي يستحق العقوبة، هو لا يريد إزهاق الروح، وإنما إما نسيانا إذا أحسن الظن أو تعمدا استهتارا، فهو لا يريد ما أراده الأول، فلذا لا يعتبر قاتل نفسه ونقول هو في النار ونحو ذلك. لا، إذن نفرق بين الأمرين. حتى لو حصل حادث نقول أساء وأخطأ ولا يجوز له أن يفعل ذلك، لكن ما نوصل إلى أن يعامل معاملة من قتل نفسه فهو في نار جهنم. هذا فرق بينهم، هذا يرجو السلامة، ذاك يرجو، ذاك يريد أن يزهق روح نفسه. إذن هناك فرق بين الاثنين، فلذلك لا أؤيد هذه الفتوى التي صدرت من بعض الجهات الرسمية في بعض الدول. فرغم أنه لا يجوز التجاوز، يعتبر أساء، يستحق العقوبة الإدارية، نوجه المجتمع لا تفعلوا هذا الأمر، لكن ما نوصل إلى نار جهنم وندخله كأنه قاتل نفسه. فلا بد توازن في هذه الأمور الشرعية.